السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أخوكم دكتور فارس بن راشد بن سالم الحجري، مواطن من سلطنة عمان، حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاية فيرجينيا، في بالتحديد بلاكسبرغ، مدينة بلاكسبرغ، مدينة جامعة فيرجينيا تيك وكلية إدوفايا للطب الأستيوباثي ومركز فيرجينيا تيك لأبحاث الشركات. الحلقة نغطيها فيما يتعلق ب لماذا بعض الناس يستفيدون من العلاج بالماء الساخن وفوائده الصحية والعلاجية، والبعض الآخر لا يستفيد. سجلنا 20 نقطة مهمة جدا، وهي من الأهم للحد من الاستفادة من هذه الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. أولا، التطبيقات الصحية والعلاجية الستة للماء الساخن. أولا، الإيمان بفوائده. ثانية، التطبيق. ثالثة، الاستمرار. رابعة، التقدير. خامس، المواظبة. سادس، فهم مزاياه بقدر المستطاع. هذه 6 تطبيقات صحية مهمة جدا جدا حتى تستفيد من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن. ثانية، الاستعجال وعدم الصبر. ثالث، الشكوك. هناك من الذي يشك بالإلحاد من فوائده، وبالتالي الاستفادة تكون محدودة حتى لو طبق البرنامج. رابع، عدم القدرة على تحمل مرحلة تصفية الجسم من السموم. فالإنسان يمر مرحلة ديتوكسيفيكيشن، فجسم الأمعاء والبطن عبارة عن خزان مخلفات يحتوي على تقريبا ما يعادل 100 تريليون بكتيريا. هذه من البكتيريات مفيدة من جانب، وبعض الآخر مضرة، وبعض الآخر طبعا فوائدها في عملية هضم الأطعمة، التمثيل الغذائي وغير وغيرها، وبعض الآخر هي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض، وبالتالي هي ناتجة كذلك من نفايات الأطعمة بعد تناول الأطعمة من التمثيل الغذائي ناتجة، فبالتالي تتكون هذه، تتراكم هذه البكتيريات. وبالتالي المرحلة الأولى هي أن الجسم يعمل على تصفية من السموم، ويعمل الماء الساخن على تصفية الجسم من السموم، detoxification، فبالتالي يحصل قضاء الحاجة عزكم الله مرارا أكثر من مرة في اليوم، قد يكون مرتين 3 مرات، وبعض الآخر يحصل لهم القية، وبالتالي يعني هذا تؤدي المشكلة. بعض الناس يعني يتوقعون بأن أصابوا بالإسهال أو خلاف ذلك، وبعض الآخر قد يشعر يمكن بعض ألام في ألام الأمعاء في البطن، وبالتالي لا يدعو للقلق، لأن لابد أن الجسم أول شيء يعمل عملية تصفية هذه النفايات، هذه البكتيريات الضارة، هذه السموم من الجسم، فهي مرحلة مهمة جدا جدا. خامس، التقليل من فعالية والقدرة العلاجية والصحية للماء الساخن. سادس، مستوى الإصابة، مستوى المرض، مستوى الالتهاب. هناك إذا الشخص مصاب بمرض ما، ومرض يختلف بين المرض ومرض آخر، ففترة الصحية والعلاجية للاستفادة، أو الشخص الصحي، حتى الشخص الصحي يحتاج إلى المواظبة والتطبيق للبرنامج بالكامل. السابعة، مدة الإصابة. الشخص قد يكون ربما عنده سكر، مرض سكري، أو عنده ارتفاع ضغط الدم، أو عنده مرض معين لفترة ربما قد وصلت 5 سنوات أو 10 سنوات أو 15 سنة، وبالتالي يختلف من شخص لآخر، ويختلف من أيضا من مرض لآخر، وهذا نقطة مهمة جدا جدا. ثامن، العوامل البيئية.
العوامل البيئية تلعب دور كبير جدا جدا، يعني الشخص البيئة التي يعيش بها ويختلف عن شخص آخر، وبالتالي الحد من الاستفادة تختلف، يعني يختلف بالكامل. تاسع النظام الغذائي، هناك شخص يتناول مأكولات بالإفراط، اللحوم والعيش ويعني مأكولات دهنية مشبعة بالدهون ومأكولات الكربوهيدراتية وإلى شهذي مثل العيش وإلى شهذي، وبالتالي كمية الطعام التي يتناول الإنسان، هناك شخص يتناول كمية مفرطة وهناك شخص يأخذ كمية بسيطة، وبالتالي النظام الغذائي مهم جدا جدا من حيث حتى نوعية الطعام التي يتناولها الإنسان. النقطة العاشرة الحركة البدنية، طبعا نحن ننصح ممارسة الرياضة، أي رياضة التي تناسبك، سواء رياضة المشي أو رياضة الركض أو أي نوع من الرياضة، حتى لو كانت رياضة خفيفة مثل المشي لمدة 20 دقيقة إلى نص ساعة يوميا، مهم جدا، لأن خلق الإنسان بأن حركي، بأن يتحرك وليس الجلوس دائما، وبالتالي هذه نقطة مهمة جدا جدا. وهناك شخص آخر لا يتحرك، وبالتالي نسبة الاستفادة تختلف من شخص حسب الحركة البدنية. كذلك نقطة 11 العمر، إذا كان شخص مسن أو شخص بالغ يختلف عن الشخص العمر مبكر، يعني إذا كان عمر مثلا طفل 10 سنوات نسبة الشفاء تكون أسرع، غير شخص مسن مثلا عمر 50 سنة أو 60 سنة، لأن باختصار أن هذا الشخص كلما ما تقدم بالسن يحصل له استنزاف هذه العناصر المغذيات الأساسية للخلايا للجسم، وبالتحديد من بالأساس في الماء الساخن، أي الماء والطاقة والهيدروجين والأكسجين، هذه عوامل مهمة جدا تلعب في دور الإنسان للبقاء على الصحة الشاملة، الصحة الجسدية والعاطفية والعقلية والروحية. النقطة الثانية عشرة، يعني نقطة مهمة جدا، درجة حرارة الماء الساخن. هناك من الذي يعني كثيرين يتساءلون ما هي درجة حرارة الماء، البعض يقول الماء الحار أو الماء الفاتر، بعض يقول الماء البارد، تختلف درجات الماء بالتدرج، هناك ماء بارد وماء فاتر أو الحار، فالماء الحار يعتبر الفاتر أي حرارة الغرفة، والماء الساخن هي تمام حرارة 50 درجة مئوية كما حددنا مرارا لدى الكبار و40 درجة مئوية لدى الصغار، والماء المغلي والمغلي على درجة الغليان، وبالتالي درجة حرارة الماء ساخن مهم جدا جدا، وحددنا كيفية التعرف على درجة حرارة الماء بدون استخدام مقياس الحراري، لكن ننصح استخدام مقياس الحراري لأول مرة أو للمرة الأولى، ومن ثم جسم يتعرف على هذه حرارة الماء ساخن مرارا. بالنسبة للنقطة 13 الكمية المحددة يوميا، هناك من يتناول لتر ماء ساخن، هناك من يتناول لترين، هناك من يتناول نص لتر ماء ساخن، ومن هناك من يتناول جزء من البرنامج ماء ساخن ومن ثم الماء البارد أو الماء الفاتر، يختلف، فبالتالي نحن ننصح مهم جدا للحد الأدنى لدى الكبار 3 لترات لا يقل عن ذلك، نحن ننصح بالشدة حتى لدى الشخص الصحي 3 لترات مهم جدا، طبعا عوامل أوبئية الدرج أجواء مهم جدا حيث إذا كان حركة البدنية، لكن هذه الكمية هي الحد الأدنى لدى الكبار، وطبعا لدى الصغار تقل الكمية كما تقل درجة حرارة الماء الساخن. النقطة 14 برنامج التوزيع اليومي، هذا مهم جدا، هو طبعا هناك أشخاص يأخذوا كمية كبيرة في الصباح ومن ثم كمية قليلة، طبعا طريقة التوزيع مهم جدا، يعني نحن نحاول نعدل البرنامج وفق الانشغالات الشخص، لكن نتأكد بعدم خروج عن البرنامج، وبالتالي نحن الذي عملناه في برنامج تناول ماء ساخن هذا برنامج عام، لكن أيضا هناك برنامج محدد لكل شخص وفقا لظروفه وانشغالاته اليومية، مع تأكد بعدم
تجاوز الفترة المحددة بين الكأس والكأس الآخر. وكذلك النقطة الخامسة عشرة، أي الفترات الأكثر أهمية المحددة. هذه فترات مهمة يجب مراعاة الالتزام بها، يعني الفترة الصباحية عند استيقاظ من النوم واقفا مهم جدا، قبل المغبضة، قبل الوضوء، قبل غسل فرش الأسنان، قبل تناول طعام أي على الريق، قبل أي شيء، مهم جدا تناول كأس إلى كأسين، يفضل طبعا يكون كأسين، وبالتالي هذا مهم. الوقوف مهم جدا جدا، هذه مهم جدا في الصباح، وإلا باستثناء بعض الأوقات الذي يحتاج الشخص الوقوف، مثلا الآن أنا أعمل تصوير وتناول ماء ساخن، أو أمارس رياضة المشي وتناول ماء ساخن والآخر يعني، فطبعا لا يضر في تناول ماء ساخن وقوفا. طبعا الفترات الأخرى كما حددنا من ضمن النقطة الخامسة عشر هي الفترات الأكثر أهمية محددة، قبل تناول الطعام، وجبة الطعام سواء وجبة الإفطار أو الغداء أو العشاء، بربع ساعة إلى نص ساعة، هذا مهم جدا ما يتعلق بأمراض المعدية، يتعلق بحماية المعدة من حامض الهيدروكلوريك. حامض الهيدروكلوريك مهم جدا لعملية هضم الأطعمة، تمثيل غذائي، يسهل هضم الأطعمة، لكن بجانب آخر هذه مادة خطيرة جدا تفرزها المعدة، لكن تضر الجدار المعدة، وبالتالي يجب ضرورة مراعاة أهمية تناول كأس ماء ساخن ربع ساعة إلى نص ساعة قبل الطعام كما أسلفنا من الوجبات الثقيلة. النقطة السادسة عشرة، قدرة التفاعل والتأمل. هناك شخص إيجابي، هناك شخص متفاعل ولديه يعني الحاجة مليحة ولديه الرغبة، لديه الإرادة القوية بأن يواظب على هذا البرنامج ويؤمن به ويعلم أن هناك فوائد قادمة. هناك شخص آخر متردد، شخص آخر غير مواظب، غير متأمل أو يشك إلى آخر، فبالتالي هاي نقطة مهمة جدا يعني بالنسبة لقدرة التفاعل والتأمل. نقطة السابعة عشرة، أي الأساليب الصحية والعلاجية الأخرى. طبعا العلاج بالماء الساخن يتدرج عدة أساليب، هناك برنامج تناول ماء ساخن لاستخدام الداخلي أو العلاج الداخلي، فوائد صحي والعلاجية الداخلية، وكذلك الاستخدام الخارجي والآخر مثل بخار الماء الساخن وحمامات الكمامات الماء الساخن والآخر. نقطة الثامنة عشرة مهمة جدا، الطريقة المحددة للحالات العاجلة. هذه الحالات العاجلة مهم جدا، بأن سبيل المثال الشخص مصاب بالصداع الشديد فجأة، وبالتالي لابد استخدام هذا البرنامج. هناك الشخص مثلا عنده إسهال ومع الألام المعدة كثيرة، أو شخص مثلا مصاب بنزلة البرد أو إلى آخر، فهذه حالات تحتاج إلى استخدام البرنامج المحدد للحالات العاجلة كما أسلفنا مرارا، وما يتعلق بتناول لترين ماء ساخن لمدة ساعتين موزعة خلال كل نص ساعة لنص لتر، أي بعد نص ساعتين يكون الشخص أكمل لترين من الماء ساخن ومن ثم يكمل البرنامج. Stop. Please go ahead. Go ahead. Yeah, I can do editing. Yeah. Yeah. I'm sorry about that. Yeah. Thank you so much. Enjoy your work. That's fine. Thank you. I appreciate it too. Okay, continue. Yeah. Okay. النقطة التاسعة عشرة، هذه مهم جدا أيضا، القدرة الاستيعابية للإرشادات الصحية والعلاجية والمعلومات التي تقدم. طبعا هذا مهم جدا، استوعب بقدر مستطاع من المعلومات العلمية التي أجريناها من الأبحاث خلال 12 سنة منذ اكتشافنا للعلاج الماء الساخن والفوائد الصحية والعلاجية.
في عام 2007، نحن الآن في عام 2019، 12 سنة، وبالتالي هناك كثير معلومات علمية، حتى كذلك يعني بالجانب الفقهي في بالنسبة للإعجاز العلمي المأساخ في القرآن الكريم. بالتالي مهم جدا النقطة هذه، أن الشخص يستوعب هذه المعلومات، يحاول يطلع عليه بقدر المستطاع. نحن نقدم بقدر المستطاع هذه المعلومات كلما أجدنا الفرصة. النقطة الأخيرة من للحد من الاستفادة من قصوى للفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن، الخلط في المعلومات المقدمة من مصادر مختلفة. طبعا بدأ العلاج بالمساخن ينتشر كثير نتيجة من استفاد، ومن ثم ينتقل عن طريق النشر الذين استفادوا ينشروا الخبر، وكذلك المؤتمرات والنشرات والمقابلات العالمية المختلفة والأخر بوسائل مختلفة، الوسائل الاجتماعية الإلكترونية نشرها بقدر المستطاع. كل هذه وسائل تساعد من انتشار هذه الفوائد. لكن من جانب آخر هناك أشخاص الذين طبعا على وياهم طيبة أنه يحاولون النشر هذه الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن، لكن تستخرج معلومات تختلف عن واقع الأبحاث العلمية التي أجريناها وتعمقنا فيها. وبالتالي مهم جدا أن الشخص يتأكد من هذا الجانب. كذلك هناك التضارب في المعلومات التي تقدم في ما يتعلق بفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن، وهناك اعتراضات بعض وسائل بعض أشخاص عن فوائد الصحيح والعلاجية الماء الساخن. طبعا نحن نقدر هذا الجانب، لأن المعلومات لربما يعني لربما قد تكون هناك أسباب للحد من هذه الأسباب من هذه الظاهرة، ومن بينها إجراء أبحاث علمية ومعملية. هذا السبب هو نحن تواجدنا في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الأبحاث العلمية والمعملية لا تتم في يوم واحد أو شهر، تأخذ وقت كثير جدا، وبالتالي حتى تعمق جهة أكاديمية وعلماء، ومن ثم تجرى التصاميم لهذه الأبحاث، ومن ثم التكاليف لهذه الأبحاث. طبعا هناك عوامل كثيرة جدا التي تؤدي إلى يعني مدة إطالة مدة أي أبحاث علمية، تأخذ فترة طويلة. هناك أبحاث تأخذ 10 سنوات 20 سنة حتى. لذلك هذه النقطة نحن أيضا سعين فيها، ولهذا هو السبب الرئيسي تواجدنا في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا علاوة على إجراء خطة استراتيجية لتحويل هذه الفكرة إلى منتج ما يتعلق بالمراكز الصحية والعلاجية وكذلك المنتجعات الصحية والعلاجية. هذه هي كانت فقط يعني النظرة السريعة لعشرين نقطة مهمة جدا للاستفادة من الفوائد الصحية والعلاجية للماء الساخن، ولماذا البعض لا يستفيد. نسأل الله التوفيق لكم جميعا، وهذه المادة السهلة الرخيصة وفي متناول الجميع كما أعلنت قناة NBC في لقائنا، لكن فعلا تعمل معجزات، تحمل أسرار مخفية عظيمة جدا. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، الصحة الشاملة الجسدية العاطفية العقلية والروحية. مع السلامة.